في ذكرى استشهاد سيد قطب، بعض الناس ما زالت بتنظر وتقول بأنه ما زال هذا الرجل حتى الآن بأفكاره وكتاباته حيا بيننا حتى اليوم. إلى أي مدى بتقرأ دقة هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام في مجمله دقيق بشكل كبير، وإن كان لابد من استحضار جزئية تاريخية مهمة، وهي أن أستاذ سيد قطب في ظل ظرفه ومرحلته هو كان متوافق مع هذه المرحلة وامتداد لتجربة أستاذ البنا، بمعنى أن كل واحد منهم كان بيمثل مرحلة مهمة من مراحل التعاطي مع النوازل التي مر بها الأمة المسلمة. الأستاذ البنا بدأ دعوته في ظل غياب الخلافة الإسلامية، عدم وجود مظلة سياسية تمثل المسلمين، واجتياح الاستعمار لبلاد العالم الإسلامي، فاهتم الأستاذ البنا في المرحلة دي بالتجميع العام للأمة المسلمة وحشدها وإنزالها إلى ساحة الصراع دون العناية بموضوع المفاصلة العملية أو المفاصلة الاعتقادية، كما أن خيانة الأنظمة لم تكن واضحة مثلما اتضحت فيما بعد عبر تراكم الأحداث وتراكم التجارب. أما الأستاذ سيد قطب فجأ في الحقبة التالية للأستاذ البنا وكان في عدد من المتغيرات، أولها وضوح خيانة الأنظمة الموجودة في ذلك الزمن، وبالأخص الأنظمة اللي ورثت مرحلة الاستعمار. هذه الأنظمة كان يظنها أنظمة وطنية، أنظمة تحررية ستعمل على تحرير الإنسان المسلم والإنسان العربي، عبد الناصر مثلا على سبيل المثال، وارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الذل وما شابه. ثم كان انكشف بعد ذلك أن هذه كانت شعارات غير حقيقية، فكانت دي مرحلة فارقة عند سيد قطب، أنه بدأ يحط إطار فكري للعمل الإسلامي وتأطير فكري يوضح فيها حقيقة هذه الأنظمة، وركز فيها على قضية الحاكمية باعتبار قضية الحاكمية تحديدا هي مدخل لتحرير الإنسان من الطغيان ولتحرير الإنسان من العبادة للبشر مثله، إنما تكون يعني عبدا لله سبحانه وتعالى. يعني خلينا نقول إن حسن البنا عمل الحركة وسيد قطب بنى الإطار الفكري للجماعة. بالضبط.